السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا البيم بيلدينج انفورميشن موديل، في حاجة تانية اسمها اسيت انفورميشن موديل، وده بعد ما بنخلص الموديل بنحوله الموديل اللي يشتغل عليه في الاسيت مانجمنت والاوبريشن. بنلاقي في حاجة اسمها موديل بليس هولدر تايب، دي العناصر اللي تبقى موجودة، 3 دي اوبجكت، السبيس اند روم اسيت، ودي مهمة جدا على اساس لو حصل اي مشكلة بعرف المكنة دي موجودة في اني غرفة او في اني مكان. السيستم موديل لازم يكون السيستم متعرف كويس ومعروف الزون بتاعته ايه والنظام نفسه ايه. وفي بعض المعلومات بتبقى معمولة لينك، زي مثلا في بعض المعلومات بتبقى موجودة في الموديل، في بعض المعلومات بنعمل لها لينك نربطها بيها، تمام، بحيث ان انت لما تدوس تفتح الملف مثلا ممكن يكون ملف PDF او ملف معلومات. وفي ريفرنس بنقول ان في معلومات خارج المنظومة بتاعتنا أو خارج الموديل تقدر ترجع لها، مثلا الموقع بتاع الشركة وهكذا.